طيب اليوم سبق بدنا نحكي عن نعرف بس مشكله الداتا انتجريشن في هاي الجلسه. تعرفوا في اخذنا سلسله محاضرات سابقه كانت تتعلق في اخذنا الاكس ام ال والاكس ام ال سكيما الار دي اف، يعني اخذنا الاكس ام ال كتري داتا موديل، بعدين اخذنا الار دي اف كجراف داتا موديل، واخذنا الاول لكيف نعمل مش سكيما بس عشان نعرف معاني يعني دومين فوكابيولاريز يسمونها، نعمل ديفينيشن للفوكابيولاريز اللي بنستعملها في ار دي. وشفنا هذا كيف في اوبن انفورميشن سيستمز كيف هذا الموديل يزبط. بعدين اخذنا مشكله اللي هي الكويرينج جراف داتا سواء كان في اس كيو ال او في سباركل، وكيف اوراكل بتدعم هذا الموضوع. هلا اليوم حنكتب ثمار اللي اخذناه في السابق، بمعنى انه اللي اخذناه في السابق عباره عن تكنولوجي، كيف ما بدك تستعملها تستعملها. اليوم حنشوف كيف نكتب ثمار الموضوع، حنطلع الموضوع من فوق. هلا بدنا نعمل داتا انتجريشن، ها هلا بدنا نعمل داتا انتجريشن. هلا لو سألنا شو يعني المشكله في الداتا انتجريشن، هل في مشكله في الداتا انتجريشن؟ وين المشكله في الداتا انتجريشن؟ لا مش راح يكون لما نجمع اكثر مطرح، مش راح يكون في مشاكل. هلا هات اليوم نستكشف بعض هذه المشاكل. بدنا نشوف يعني حنتعلم اليوم اهميه داتا انتجريشن، وبس على الاقل في هذه الجلسه القصيره نعرف طبيعه المشاكل يعني اللي عاده بتكون. هات ناخذ مثال انه انا بدي اعمل راديو ستيشن، بدي انا اعمل محطه راديو. شو بيلزمني عشان ارخص واشتغل كل هذا الشغل؟ لازم اروح طبعا على وزاره الاتصالات، ولازم اروح على وزاره الاعلام، ولازم اروح على وزاره الاقتصاد، ولازم اروح على وزاره الماليه، ولازم اروح على الغرفه التجاريه. كل هذا الكلام بيلزمني انا هذول الناس احكيهم ولا لا؟ ها طيب رحت على وزاره الاتصالات ورخصت، من حيث وزارة الاتصالات عادة بترخص ترددات، هي يعني ترخص كيش كشركة، بس قبل ما ترخص كشركة لازم وين اروح ترخص؟ وزارة الاقتصاد. وبعدين بدك طبعا تدفع وتسجل في الغرفة التجارية، وكمان بدك تروح تلخص هلا المحتوى، انجاز التعبير، المحتوى مش الترددات، اللي هي وزارة الاعلام. بلزمك تسوي كل هالحركات، تروح عند تزور كل هذول الناس. طيب وعلى الداخلية يمكن، يعني هاي بس كمثال. هلا هذا الكلام شو بيلزمنا احنا؟ وين المشكلة في الموضوع؟ وين المشكلة في الموضوع؟ طلع نشوف المشكلة. تخيل انك انت غيرت عنوان المحطة، بكيت انت تبث، او بكيت مثلا في منطقة المصيون وبدك تنتقل المحطة على كفر عقب، وبدك تغير عنوانك. تخيل هل ما أبسط هالحل هالمشكلة؟ افرض انه انت بدك تغير عنوانك، شو المشكلة هون؟ يعني كمان مرة باسم نحكي عن مشكلة الداتا انتجريشن، شي مشاكل الداتا انتجريشن، وضربنا مثال بنقول افرض انه انت بدك ترخص راديو. شو بيلزمك عشان ترخص الراديو؟ بيلزمك تنزل وزارة المواصلات، الاتصالات، الاعلام، الاقتصاد، المالية، والغرفة التجارية.
بعد ما سجلت قد انك بدك تغير عنوانك. شو بدك تساوي اذا بتغير عنوانك؟ اه نزال هذا هيك بتحكي المفروض انت. انا بحكيش على المفروض، انا بحكي على الوضع الحالي. واحد غير عنوان، واحد راح سجل، سجل انه ايش موجود بالمسيون، مرخص وين باسم بالمسيون، هلا بعدين غير عنوان، بدي يلف على الخمسة غير عنوان. وعلى فكرة بالواقع ها بصيرش حتى بلفش على الخمسة، لا ولا حتى بيجي مخالفة تروح وغير. مثلا وين بيلزموا بتغيير العنوان؟ بجوز يلزموا بس وزارة الاقتصاد كشركة وانتهى الموضوع. بالبكية اذا شو صار عندنا؟ العنوان القديم. يعني هاي مثلا عندنا ايجنسي A وايجنسي واحد واثنين وثلاث. اول اشي لاحظ طلع كيف جميل انه هون هاي سجله في احد الوزارات، شو الاي دي تبعه؟ R25631. شو اسمه؟ راديو الامل. هاي النيم راديو الامل. التايب مسجل عند في هاي الوزاره، شو التايب؟ انه راديو ستيشن. واللوكيشن رام الله. ايجنسي 2 هاي بكت اي دي، هلا هون بي اي دي يعني بزنس اي دي. هذا بالسكيما، لاحظ هاي السكيما وهاي الداتا. السكيما هون بي اي دي، لاحظ الفرق. الاي دي اللي مسجلها شيء مختلف تماما عن الاي دي هاي. طيب هون اسم شو بك اسمه؟ نيم راديو الامل. هون بطل نيم، شو صار؟ بزنس نيم. بعدين الامل برودكاست. هون بك اسمه التايب، هون صار الاكتيفيتي تايب. هون شو تايب؟ شو التايب تبع البزنس؟ هون التايب تبع الاكتيفيتي راديو برودكاستنج. سيت هون لوكيشن، هون سيتي، هون رام الله، هون رام الله عند البيري. على فكره هاي رام الله عند البيري، بس اذا انتم بتواجهوها لا، بس انا واجهت، انا غصب عني احد الوزارات سجلتني رام الله، ووزاره ثانيه سجلتني البيري، وزاره ثالثه سجلتني رام الله والبيري. والسر حسب ما بيعرفوا الموظف، والسر احنا ما بقول لك، احنا ما دخلنا، احنا ما نسجل هيك. تخيل هلا الاي دي هون في وزارة الثالثة، الاي دي بيختلف عنهم كلهم. صار هون ايش اسمه؟ مش بزنس نيم ولا نيم، كومباني نيم. والكومباني نيم حتى نفسها اختلفت، برودكاستنج الامل. هان صار كومباني تايب، برودكاستنج ستيشن. هون البالوع، اللوكيشن صار البالوع، بطل لا هو رام الله والبيري ولا هو رام الله. طيب ولما بدك تناكل بيانات بين الوزارات، ناكل اشياء زي هيك، شو بدك تساوي؟ يعني بمعنى اخر، اذا انت بوزاره هاي وجدك ملف من وزاره ثانيه لهذا الراديو، بيجيك زي هيك. السكيما بتختلف والمعلومات بتختلف. المعلومه بتدل انها هاي السكيما هي نفسها ولا الداتا هي نفسها؟ كيف؟ لا السكيما بدي، لا السكيما فيها يعني نقول في هيتروجينيتي في السكيما، في هيتروجينيتي كمان في الداتا حتى. هذا قبل ما نلقى الحل، بس نعرف المشكلة. بس أحد الحلول اللي بزبطش يعني الإحصاء بقوله إنه طبعا هذا الأشياء اللي بنشوفها كل يوم، وبالتالي بنضطر كل مرة شو نساوي؟ نمسح اللي على الأرض كله، كمان مرة نعمل عملية مسح شاملة، نعمل إشي جديد. طيب وبعد كم من سنة بنرد نسوي مسح؟ وبنضل نسوي مسح.
هاي المشكله بتعاني منها كل المؤسسات بالضبط. يعني حتى لو انا وقت على وزارة الثقافة بدي اعمل ترخيص لهواتف صح بعطيه رقم ترخيص من عندي خاص بي اي دي خاص بي بس ما بوثق السجل التجاري تاعه. طيب على كل حال احنا خلينا بس بدنا ندرس زين على حلول شوية حلول نشوف المشاكل. هلا المشكلة وين؟ اللي بدنا نلاحظه لاحظ في النيمينج مشكلة التسميات. في عندي نيم بزنس نيم كومباني نيم. هلا هذول بيعنوا نفس الاشي ولا مختلفين؟ مش شرط ممكن يكونوا لاحظ هون نو اجريد ابون مينينج يعني داز اكتيفيتي تايب مينز اكزاكتلي ذا سيم از كومباني تايب. لا يعني انت لما تيجي تعمل انتجريشن مش صحيح انه تحط الاكتيفيتي تايب هي مقصود فيها الكومباني تايب مش صحيح. هل صحيح انه لما تيجي توحد البيانات هاي اكتيفيتي تايب شو يعني اكتيفيتي تايب؟ نوع النشاط لمين؟ لكل الشركة هيك احنا بنعتقد. طب الكومباني تايب كومباني كديش لا تايب طيب واحد لا بنحكي هذاك بصير اكتيفيتي تختلف عن الاكتيفيتي. مش صحيح انه ممكن ندمج للكولون هذا مع الكولون هذا مش صحيح. برجع للديفينيشن شو المقصود في هاي وشو المقصود في هاي. ديفرنت ريجستر داتا يعني اللي سوري هون الاسم حتى اختلف. وعلى فكره مرات اختلاف بسيط جدا بالاسم قد انها شركه ترفع دعوى على السلطه على الحكومه اذا غلطت معها في شغله مرات لانه قد انها تخرب على سمعه الشركه مرات قد واحد ينتحل اسماء قد قد قد. طيب اللي بدنا نقوله هذا هذا السلايد بتورجينا شغله مهمه جدا وعلى الاقل انت عشان تعرف هل الموضوع اللي بنحكي عنه مهم ولا مش مهم. في 2002 صار في سيرفي عالمي على اكديش الشركات مش شركات الاي تي طبعا الشركات بشكل عام على صرفها يعني بالفلوس صرفها على يعني في التطوير في التكنولوجيا كل شيء بيتعلق في التكنولوجيا كل الاكتيفيتيز. شو اكثر شيء بنصرف عليه مصاري؟ يعني خذ مثلا lowering the cost external CRM يعني customer relationship management خذ implementing security and privacy measures خذ knowledge management كل هاي الاكتيفيتي يعني كل هاي الاشياء الاكتيفيتيز اللي بتصير جوا الشركات عاده شيء اكثر شغله بنصرف عليها فلوس. شيء هي 36% من الفلوس الشركات بتصرفها على ايش؟ integrated systems and processes على مشكله الانتجريشن. 36% من اموال الشركات عاده بتصرفها وهي بتعمل انتجريشن مع بعض. اقولكم شغله هاتوا انكول عندنا الاحصاء لما بروحوا بيعملوا هذا شيء غير كمان الانتجريشن لما بروحوا بيعملوا مسح لاشياء كثيره في البلد خاصة لما بعيد يعني بنساوي أول مرة بنساوي مسح سكان. طب ثاني مرة ليش نساوي مسح سكان؟ طيب أول مرة منعد كديش محل برام الله بس ثاني مرة ليش نعد كديش محل برام الله؟ أول مرة عبينا وخلصنا ليش ردني من مسح؟ إذا في داتا موجود ممكن استعمالها من وزارة الاقتصاد أو البلدية أو الغرفة التجارية أو على الأقل توحيدهم نمرات حتى توحيدهم شبه مستحيل
البيانات هاي. يعني بمعنى اخر كل كثير من الميزانيات اللي بتنصرف مش على الانتجريشن بس، على اشياء لو الانتجريشن موجود كان فيش داعي للصرف. كان انت يعني بما ان كلنا هنا اي تي كان بنعرف انه كلها كويري هاي، صح ولا لا؟ كلها كويري، بنعمل هاي كويري وخلصت راح. بس وين المشكله لما نيجي نعمل اجريجيشن في الكويري؟ ممكن او هذا بعدش مليح، هذا بفشك عن شغلات، فلازم ترد ترجع تعمل انتجريشن الاشياء عشان تطلع ال الاجريجيشنز يعني السم والافرج والى اخره تطلع مظبوطه. ف هاي مشكله طبعا هي عالميه، مشكله الداتا انتجريشن، انه هاي طبيعه البشر عاده كل واحد طبيعه عشان بس تكونوا عارفين طبيعه الاشياء في العالم مش من تيجي من فوق لتحت، مش من فوق لتحت. يعني الناس عادة بتتوسع شوي شوي، كل واحد بتطلع على ما يعنيه وفقط ما يعنيه، فيش حدا من فوق عنده الصورة الكاملة. يعني لو في حدا عنده الصورة الكاملة، خذ مثلا رام الله، شوارع رام الله والبنى وين والمناطق الحلوة وين والمناطق الشعبية كثير وين ويل 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 ويل. هذا إشي كان مخطط؟ لا طبعا. هاي الأشياء عادة كيف؟ من مد شارع ايه بيجي واحد بيفتح محل، بصير عليه شعبيه، بصير المنطقه حيويه، بجوز بعدها تعجبنا المنطقه نعمل بحدها كذا بعدين. يعني هاي الاشياء عاده طبيعه، هي طبيعه الناس. يعني انا هذا كمثال بعطيه، ونفس الشيء بالاي تي. اليوم بدنا نعمل اتش ار في المؤسسه وبنعده انجاز ضخم جدا، بس بعدين بعد شوي اكتشفنا انه بزبطش نعمل اتش ار في كل مؤسسه، لازم كمان نعمل ايش HR يكون سنترلايزد. بعدين قد نكتشف انه لازم نضيف عليه 1 2 3، شايف؟ فهاي الاشياء اللي بتصير لازم الواحد ياخذ بعين الاعتبار. مشكله الداتا انتجريشن، احنا كاي تي مشكله الداتا انتجريشن مش نفكر برضو بحلول نسميها دوغماتيك، حلول مذهبيه. ما روح نفكر بحلول مذهبية. يعني كيف حلول مذهبية؟ انك تيجي تقول عمم على كل الوزارات 1 2 3 عشان كذا، ما بتزبطش. مزبوط هيك؟ لا مش لا، لازم تفكر دائما نص الحل اذا ممكن يجي من فوق، بس نص الحل كمان يجي ايش انه طرق الانتجريشن تبعتك لازم تكون يعني قابلة انها تتعامل مع الاوتونوميسي تاعت الداتا. يعني على الموديل تبعك لازم برضو الى حد ما مرات يقبل الاختلاف. طب مره ذكرت لنا مثال للصفار تبع امريكا، مش انا بس لو هذاك فكروا انه اعطاها في الوحده المتر ومعطيها في اليو اس يونت. ايوه. فطب طلع المسار كليات المسار برا المسار ورا عليهم مشكله داتا، مشكله انتجريشن كل طيب. بروبلم ناو از ايفن مور تشالنجينج اون ذا وذ ذا ويب. يعني اذا احنا شويه مؤسسات في بلد صغيره وعندنا مشكله انتجريشن، تخيل لا العالم يعني مليء بالاختلافات. العالم كل شيء بيختلف عن الثاني، وهي طريقه احنا كده. وهذا يعني نحكي على الاقل بالاي تي وبالسيستمز في الداتا وفي السيستمز، بمعنى انه يعني لازم نعمل مودلز، لازم نفكر في مودلز اللي تكون برضو قابله للانتجريشن. على كل حال هلا مثلا في اللي هو الانترنت زي ما حكينا في الار دي اف، انه بيصبح الانترنت مش ويب اوف دوكيومنتس، بصير ويب اوف انتيتيز. مزبوط؟ او الداتا ويب، مرات بسموه الداتا ويب. سو الداتا ويب يعني المقصود هون الفيجن
فكرة الداتا ويب، إن نشوف الإنترنت ك داتابيس، جلوبال داتابيس. يعني لما شو ورجيتكم سباركل كيف تصممت، إنه سيلكت فرام، من الفرام أنت بتحط إيش لوكيشنز على الإنترنت، مش تيبلز عندك الداتابيس. فيعني زي اللي بشوف الداتابيس، بشوف الإنترنت زي إيش داتابيس، وكل سورس على هاي الانترنت بنشوفه كزي تيبل، وانت بتكتب كويري ايش فوق هذا الجلوبال داتابيس. بس هي مش داتابيس، احنا بنقول كداتابيس. طيب هلا يعني نقدر اذا بدنا نشوف نتطلع على انواع الهيتروجينيتي، انواع المشاكل اللي بنواجهها لما بنعمل انتجريشن. شيء اول مشكله واضحه انه في عندنا نيمينج هيتروجينيتي، هنا اختلاف بالتسميات، ديفرنسز ان يوز فوكابولري، الفوكابولري اللي بنستعملها بتختلف عن الثاني. بس في عندنا كمان مينينج، يعني حتى لو استعملنا نفس الكلمه انت بتعني فيها شيء وانا بعني فيها شيء، اللي هي المينينج هيتروجينيتي. ففي عندنا نيمينج هيتروجينيتي، وفي عندنا مينينج هيتروجينيتي، وفي عندنا هيتروجينيتي بالستراكشر تاع الداتا. يعني انت بتودي لي الادرس بالستراكشر، وواحد ثاني يودي بالستراكشر ثاني. وفي عندنا كمان شيء ثاني، في عندنا هيتروجينيتي بنسميها بالرولز والكونسترينتس او البيزنس رولز انجاز التعبير. يعني بنشوف مثال، وفي عندنا الداتا موديل هيتروجينيتي زي ما بدنا هلا نشوف. شوفوا النيم والمينينج هيتروجينيتي، واحد بسمي امبلوي، واحد بسمي كليرك، واحد بسمي اكزام، واحد بسمي كورس، واحد بسمي كود، واحد بسمي نمبر. هاي من بنسميهم سيرونيمز مرات، انه مظبوط هم بيعنوا نفس الاشي، هم ديفرنت نيمز فور ذا سيم مينينج. بس كمان في عندي هومونومس المهم اللي هي عكس السينونومي، اللي هي عكسها، اللي هي سيم ويردز فور ديفرنت مينينجز. انت بتحط سيتي وانا بحط سيتي، بس انا شو بقصد بالسيتي تبعتي؟ البيرث، وانت بتجوز تقصد الدث او يعني الاقامه. في عندي سالري، انت بتذكر اللي في الداتا اللي بتوديها سالك كلمه سالري، شو بتقصد بالسالري؟ والله انا بقصد نت، انت بتقصد جروس. بقدرش مرات بقدرش اعرف حتى شو بتقصد انت. ها انا بحط سكشن، انت بتحط ديفيجن. لاحظيه الداتا ستراكشر، المشكله في الداتا لما نقول في عندنا داتا ستراكشر، attribute in one schema and derived value in another schema. كيف يعني؟ يعني انت بتحط مثلا، مش بعضكم لما عملنا المارك، مش المارك شيت، الكونسبتوال سكيما تبعت المارك شيت تاع جدول كشف علامات، في حدا منكم راح حاط الافرج تاع الطالب صح؟ كاتريبيوت حطه، او خلينا نقول مرات بحسب يعني اشي بنحسب حساب، بس هو حاطه ايش؟ وهو واحد ثاني مش حاطه، هذا بحسب حساب. اتريبيوت ان ون سكيما اند انتيتي او كلاس في سكيما ثاني. انا شغلي انا عندي زي الادرس، انا عندي يعني اتريبيوت، وانت عندك هذا كلاس صح؟ انتيتي ان ون سكيما اند ريليشن شيب بين انذر، يعني في حدا بحط شغلات، يعني اطلع على السكيما مثلا ممكن تقول هاي ايوه مرد ولا مش مرد، مرد كريليشن، وبعدين في حدا حط مرد كونتراكت بالضبط. فيعني هاي مشكله كمان في الازقه، لما بكون عندك السكيما ديفرنت ابستراكشن ليفلز فور ذا سيم كونسبت ان تو سكيمز،
في عنا مثلاً two entities إلهم نفس الاسم بمعاني مختلفة related by an is a hierarchy. هلا منشوف كمان أمثلة. خذ مثلاً. خذ مثلاً. هون في عندي person man woman. حدا ثاني سجل شو هو؟ بيرسون وحط الجندر. عندي حدا حط بوك له علاقة مع ببليشر. واحد شايفها بس فاليو حط الببليشر. حدا حط امبلوي له علاقة مع ديبارتمنت يعني موظف بيشتغل في قسم والقسم جزء من البروجكت. حدا فيش عنده معلومات عن الديبارتمنت ويلا اشتغل اعمل انتجريشن. لاحظ طيب شوف مثلا هون حدا مسجل هلا طبعا هانا ورجيت كل الامثله بجوز ورجيتك على مستوى السكيما كمان خذ على مستوى الداتا. حدا حاط ميل في ميل حدا حاط ام اف او 01 او ترو فولس او 1-2 وفكر فيها. ها السنه حدا حاط رقمين حدا مثلا كل 12 حدا حاط 2012 هذا هون مرات بتحط الكرنسي بتقولش من انون بتقولش مرات يعني مرات بتقولش حتى شيل كرنسي. وحتى لو قلت لما تيجي تعمل انتجريشن واحد ودالك السالري في اليورو ولا في اليو اس دولار ولا في الشيكل ولا في الدينار حتى لو حط لك فلما بدك تيجي تعمل انتجريشن بدك تساوي بدك سعر التحويل والوقت تبعه. وهي اسمع وهي خطيري كمان لو كل وزارة مثلا بدها تودي قديش دفعت للموظفين مثلا حدا حط بالشيكل بالدينار بالدولار الى اخره واحد بده يلم هاي البيانات ويجمعها في تيبل من كل الوزارات. في مرات اختلاف المحاسبة بلم مش بس بلم وقد يكون سبب فساد. في حدا يعني في حدا بحط بالكيلو بالباوند الى اخره في الفهرنهايت في اختلافات الوحدات زي ما حكى مالك. لاحظ في حدا لسه مش اختلاف كيلو مع باوند. في حدا بيسجل بالجرام وحدا بيسجل بالكيلو. في حدا بقول لك بالربطه طبعا درزه حسمه طبعا هاي ما بصير في لو 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 بال لو ايوه بالجمارك في باكجز وهاي الاشياء ملاحظين. طيب هيتروجينيتي ان رول ان رولز خذوا هاي شو الفرق بين هاي وهاي. امبلوي كذا بيشتغل في بروجكت اكثر من بروجكت يعني في واحد في في موظف مسموح له يشتغل اكثر من شركه وشركه سوري مشروع ومشروع بيشتغل له اكثر من موظف بينما هون ها موظف الموظف بيشتغل في 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 دائره واحده فقط الدائره وكمان طبعا الدائره بيكون فيها اكثر من موظف. هلا الدائره تشتغل مع مشروع واحد والمشروع بيحتوي اكثر من حتى لو شفت هاي واحد واحد مع هاي مباشره هاي اختلاف في ايش هذا اختلاف على فكره في مختلف تمام يعني اقول لك شغله مثلا تخيل انك وديت على وزارة الداخلية رقم بدك تعمل لوك اب لا اسمائنا يعني لاسم شخص وديت له رقم هوية قلت له رقم الهوية شو اسم الرباعي تبعه رد عليك بعشرين اسم شو بتقول قد يكون عندهم صح دليل ذلك
لو اخذت لهم ناش رقم الهويه، ناخذ السيريال نمبر اللي على الهويه، سيريال نمبر اللي خلف بطاقه الهويه. هلا انت بتتخيل انه هذا الرقم ممكن اذا بتودي كويري كذا بيرجع، يعني بتودي سيريال نمبر بتقول او هذا انا متاكد مو اسمه، اسمه سيريال نمبر، اسمه سيريال نمبر، تتوقع شو يرجع لك؟ بس اجاك كثير، طلعت هذا مش سيريال نمبر، طلع هذا رقم يونيك للبرينتر بس للبرينتر اللي بتطبع البطاقة. احنا كنا نعرف الا من الدورة السابقة عرفنا هذا الاشي من الداخلية. فتعرفي شو يعني؟ يعني انت بتودي، طيب قد تتخيل لك انه الواحد له بجوز يبكاله مثلا، يعني خذ مثلا لو بدنا نعمل انتجريشن مع دول ثانية مثلا، شخص وتودي له الزوجة، احنا اللي برا بيعتقد انه الشخص كديش متزوج واحدة، بينما مثلا عندنا مسموح اكثر من زوجة. هذا اختلاف شو في الرولز في الكونسترينز، واضح؟ تخيل هاي الخلافات لما انت، يعني هاي لسه هاي من اصعب الاشياء كشفها حتى، يعني من ابسط الاشياء حتى انك تشوف الاختلافات بالتسميات وبالاخره. بس هاي لانك انت بتفترض انه عندك الرولز بتقول 1-2-3 ومعتقد انه هذا الصح فقط، بينما غيرك تعرف ايش انت شو هو قديش الداتا بده يرجع لك اياه، يعني كيف بده يرجع لك الداتا. فلما تيجي تدمج، يعني تخيل هذا الشيء زي ويب سيرفيسز، تخيل وزي بدك تدمج داتا، تخيل كل هاي المشاكل بدها تواجهك. الموديل ديفرنسز، في حدا عنده الداتا مخزنه باكسل، في حدا عنده الداتا مخزنه بريليشنال تيبلز، في حدا عنده الداتا مخزنه بتري موديل، في حدا عنده الداتا مخزنه بجراف موديل. الداتا موديل نفسه بيختلف، مش بس الاستراكشر. يعني هون ما بحكيش على التكنولوجيا كتكنولوجيا، بحكي على فكره فكره تمثيل الداتا. يعني مش الكومباتيبلتي بين السيرفر والاوراكل، مش هذا اللي بعني انا هون، ما بحكيش على تكنيكال هيتروجينيتي، انتبهوا، بحكي على داتا موديل هيتروجينيتي، انه في حدا عنده بيختلف المودلز عن بعض، مزبوط ولا لا؟ طيب في حدا بحب يضيف شيء؟ قصة في الهيتروجينيتي أو هيتروجينيتي من نوع آخر أو أكثر الأنواع الهيتروجينيتي المشهورة عندنا إحنا في مؤسسات حكومية فلسطين؟ بصير؟ طبعاً موجود. كمان مرة لما بتيجي الرواتب ترحل الرواتب، هم بترحلوا على وزارة البلية، يعني من مثلا من الشرطة مثلا، وهم بيعملوا ترانك للسف السلاريز. انتوا بتعملوا راوند، هذا بيعمل فرق 300 شيكل. مره بيسوي مره بيسووش فدائما اللي يطلع في فرق. تخيل لو جمعت عدد الساعات اللي تغلبتوا انتوا فيهم وهم تغلبوا فيهم وهذا اشتغل، كل هاي المشاكل بدها تنحل. هاي فلوس برضه، سو لا شو كمان الافضل؟ ما نفكرش في كتاب رسمي يا مالك. الابداع والذكاء انك تفكر في مرات في طرق انا بسميها مش دوغماتيك. شو يعني دوغما؟ معناها مذهب، يعني مش اشي مذهبي، مش دائما تقول هيك صح ولا لازم تمشي عليه. استنى مزبوطش، طبعا مرات ولا يمكن يعني مرات
بعض الاشياء بتلزم ولو بنسبه معينه، بس برضه شيء. وعلى فكره هو شو فكره الستاندردز بالمناسبه؟ ليش تخيل لو كل جهاز كهرباء، تخيل لو كل جهاز كهرباء الفيشه تبعته شكلها بيختلف. يعني بجوز في 4-5-6 موديلز لبريز الكهرباء في العالم، بس تخيل حتى لو يعني هم ليش 5-6 ستاندردز في العالم، بينما تخيل لو كل واحد هيك فوضى. مزبوط، بلزم هاي يعني فكرة الستاندرزيشن هي فكرة دوغماتيك، وعادة الستاندرد مش انه يعني حدا بيعمل تكنولوجيا، هي بس حدا بيجي هيك بس بيقول هذا الريفرنس هون. هاي فكرة الستاندرزيشن بوديز، مؤسسات اللي تعمل ستاندرزيشن، بس مش دائما الستاندرزيشن بيعمل حلول. يعني بنضل نواجه مشاكل على الارض، وعادة الستاندرزيشن بيجي بمرحلة متأخرة عادة، بعد ما الناس تشبع من المشاكل وتزهق، وبعد سنين بنجبروا يمشوا على ستاندرد. شايف؟ يعني مرات باخذ 10-15 سنه الاشي الستاندرد تاعي. قمه العشوائيه تولد النظام. قمه العشوائيه تولد النظام. مرات ليش انا بقول مرات الموديلز، يعني مرات بلزم انه نعمل عمليه ابداعيه بطريقه الانتجريشن، ما نركش بس على مثلا كتاب لازم يجي. فعلى كل حال احنا اللي بس حاولنا نشوف اليوم نعمل تشخيص للمشكلة. يعطيكم العافية. بس بحس احنا بدينا بالعكس. بعد ما جبنا بالمحاضرة السابقة شوية مشاكل في الداتا انتجريشن، وحاولنا نشخص مشكلة الداتا انتجريشن، بنحاول نيجي اليوم بدون ما ندخل بالتفاصيل. نيجي برضو نعمل رحلة عبر اللي هي الفرص الممكنة، خلينا نقول يعني، ومن فوق يعني، حتى بسميها أنا architectural solutions، يعني إشي عام جدا مش إشي صغير. ها شي سيناريوز اللي طبعا ها بعدين حندخل في بعضهم في شوية تفاصيل، بس هلا بدنا نأخذ بس لمحة عامة عن عن اللي هي مشاكل سوليوشنز في الداتا انتجريشن. فيعني مطلوب منكم بس تعرفوا بليفل انه يعني تقدروا بس توضحوا فكره قد ايه اركيتكتشرال ليفل. طيب في عنا نوعين او عيلتين من، طبعا هذا الكلام مش تظهرش زي حد قاطع، هي محاوله تصنيف صغيره بس، نوعين من الانتجريشن. يا مرات شيء بنسميه ابلكيشن دريفن داتا انتجريشن او داتا دريفن انتجريشن. ايش يعني ابلكيشن دريفن؟ يعني زي فكره اللي هي الويب سيرفيسز. تعرفوا الويب سيرفيسز، حدا تعرفوا الفانكشن تعرفوا الفانكشن في البرمجة، مش انت بتنادي فانكشن وين وتعطيه باراميتر له انبوت واوتبوت، كيف الانبوت هذا وين بتناديه داخل برنامج. فكرة الويب سيرفيسز باختصار، وعلى فكرة يعني صدقني حتى هاي شامل المبدأ كله اللي بدي اقوله هلا. فكرة الويب سيرفيسز انه انت الفانكشن هذا مش موجود على جهازك، موجود على جهاز ثاني. هلا انت شو كيف بتناديه؟ بتحط اليو ار ال تبعه على هذا الفانكشن، وبالانبوت والاوتبوت برجع لك اليو ار. فهي ايش؟ في بساطه زي فانكشن، او شيء بنسميه الريموت بروسيجر كول، او في مبدا بس شكله مش كثير موجود. ويل موجود الى حد ما، الببلش والسبسكرايب، زي فكره الار اس اس مثلا. فكره الار اس اس هي ببلش وسبسكرايب. تعرفوا الار اس اس؟ لا مش ويب سيرفيس،
فكرة الـ RSS أنا يعني أنا ببلي أنا كل ما بيجيني تعديل على الداتا بيس بنشر إنه جاني تعديل واللي ما عجبه يسجل على السيرفيس تبعتي عشان توصل التعديلات. ففي فكرة ثانية فكرة الداتا انتجريشن يعني بطريقة أخرى في اللي بنسميها كونسوليديشن هلا بنشوفهم احنا شوي او الداتا وير هاوسينج او الداتا انتجريشن او الداتا ماشابس سوري بسموها داتا فيوجن مرات مين يجي لهاي الاشياء ها هلا اخذوا هاي الفكره شو يعني هاي يعني هذا اركيتكتشر لازم كل حدا اي تي يكون هذا الكلام زي اسمه بيعرفوا شو بيعملوا هذا حدا بسميه اكسرود بالضبط الاستونيين بسموه اكسرود بس هذا ستاندرد يعني في العلم بسموه انتربرايز سيرفيس بس في الحكومات مرات بسموه جفرمنت سيرفيس بس يعني هو الاستونيين اعطوه اسم اكسرود بس هو جفرمنت سيرفيس بس هذا شيء مش اختراع لا استونيا هذا موجود بكل مكان بكل شركه بكل مكان هذا اختراع قديم كمان شو الفكرة؟ انه انا عندي مؤسسات هاي بترمز ده مؤسسة مثلا وفي عندي انا هاي المؤسسة بتودي لها هاي المؤسسة بس بيش بتودي لها؟ بتودي لها مسج هي فكرة هاي نسميها الويبس شو يعني بتودي لها مسج؟ خليني انا خلينا بسط لكم المسألة على الاخر شايفين هاي بهاي الوزارة؟ زي ما قلت لكم انا في عندي فانكشن شو بعطيه مثلا بعطيه على سبيل المثال سعر الدينار او مثلا الاماونت بالدينار برجع لها بالشكل تحويل عملي هيك هلا هذا انت ممكن تسوي وين عندك على الجهاز صح على جهازك فانكشن عادي مش تقدر تكتبه هذا بسنه اولى بجامعه فانكشن هلا انت هالفانكشن هذا تقول والله كثر اللي بيطلب يعني موجود بجوز كل بحاول يستعمله خلينا نحطه على سيرفر هون نحطه على سيرفر ثاني بدل ما انا هذا الفانكشن بدي استعمله داخل الكود تبعي داخل برنامجي داخل الكود بدي استعمله داخل الكود يعني بكتبه داخل الكود عندي في اللايبرري بعمله لايبرري في اللايبرري تبعتي بدل ما احطه في اللايبرري تبعتي ما هو موجود هون ليش استعمله فكرة يعني هاي فكرة الويب سيرفيسز شو بساوي لما بحط اسمه لاحظ انت وداخل الكود تبعك لما تحط اسمه بس بتحط اسمه الكومبايلر بيعرف انه انت بتنادي فانكشن عندك صح هلا برضو او بجوز تحط اليو ار ال تبعه مباشره هيك تخيل انا يعني تخيلوا هيك زي بتحط اليو ار ال تبعه وهو بروح بنادي وبرد برجع الداتا عادة لما بناديه يعني معنى آخر بتحط له البراميتر ودي له الانبوت وبرجع لك الاوتبوت يعني الاوتبوت لما بترجع الداتا في ناس بسميها كويري وريسبونس هيك في ناس بحب يشوفوها في ناس بحب طبعا لما بالآخر بك كثير ستاندردز لهاي الفكرة هاي فكرة قديمة جدا من أكثر من 20-30 سنة يعني أكثر إشي هلا صار في بروتوكول اسمه SOAP صار في البسج هاي إلها تنكتب في XML لا هو المسج نفسه بإيش نكتبها يعني البراميترز اللي نوديه بإيش نكتبها آخر إشي قالوا خلاص نكتبها بXML ولما ترجع الجواب ما تعبر XML هاي هي الويب سيرفيس ف هلا بدناش نقول بس يعني اكسشينج ريت لو في عندي انا لو في عندي هذا هون ومثلا وزاره المواصلات زي المثال اللي دائما بورجيه هاي عندي وزاره المواصلات
ودى هون قال والله انا بدي افحص اسم اسم شخص، بعطيه رقم هويه بروح على وزاره الداخليه هو فانكشن لوكاب لوكاب بس لوكاب اعطيني الاسم الرباعي بتودي وبرجع. طيب بدي اشوف بدي اعطيه واحد رقم هويه ويعطيني عنده فحص نظر صار مفعول ولا لا، صح ولا مزبوط ولا لا؟ بس بجوز اودي كمان على وزاره ثانيه او على مكان ثاني اقول له اعطيه على البنك مثلا، اقول له بس هيك اخصم عليه 120 شيكل برجع لي ترانزاكشن سكسسفول ولا لا؟ منيح مثلا. فهاي شايف هاي فكره انه في عندنا من مسج واحد لمسج ان، يعني انه في هاي الطريق بكون في مسج. لاحظ هون وصلت انت لنوع من الانتجريشن ولا ما وصلتش؟ بل في انتجريشن معين انت وصلت له بدون ما تخلط الداتا مع بعض. هذا اللي بسميه ابلكيشن دريفن، هي ابلكيشن دريفن داتا انتجريشن. لا صح نقولها، هي فكره الويب سيرفيس اورينتد اركيتكتشر والويب سيرفيسز بتخلينا نوصل ل داتا انتجريشن، بس احنا اللي بنشوفه هو كانه هو ابلكيشن بس هي داتا انتجريشن. واو وين داتا انتجريشن؟ على فكره فكره حلوه. ليش احنا عملناها ريكومنديشن في الحكومه الالكترونيه في فلسطين؟ لانه كل واحد ايش يا مالك بضل محتفظ في الداتا تبعته والستراكشر و و و و احنا اللي بس بلزمنا نقول او يعني لما المسج تطلع من باب داركم لازم انت تحترم المسميات بتاعت الاشياء، معاني الاشياء، الداتا ستراكشرز لازم تكون كذا متفق عليها. فاحنا بعنينا بس هاي المنطقه ما بعنينا التفاصيل. حتى لو جيت بوحد يعني وحدت قدام الحيطه بالوزارات شغلات جديده وبرامج جديده بس يعني بتضطرش فكره التوحيد يعني هذا الموديل. طلع بس لاحظ هون انا ما بيلزمني مثلا هذا الموديل بزبطش مثلا للجمارك. جمارك شو بدها؟ او الضريبه. الضريبه بدها كل البيانات الموجوده هون والموجوده هون والموجوده هون بدها تنبش عنك. بزبطش لانه هاي الكويري تبعتهم من كل جيب لي كل شيء هون جيب لي كل شيء هون جيب لي كل شيء. ملايين المسجز بدها تضلها تودي وتجيب، فمرات بلزمها نوع ثاني. هلا هاي فكره ثانيه، هاي فكره داتا انتجريشن ثانيه اللي بنسميها ببلش وسبسكرايب. كيف في عندي انا بدنا نعدل اوبجكت معين وين في سورسها؟ عدل هذا السورس ودى هذا السورس وحدا طلب قال له عدل لي عنوان راديو الامل. اجل ان صاحب الراديو راح على الوزارة هاي وكانوا معدلوا لي اسم عنوان الراديو تبعي. عدلها وين في الداتا؟ هاي بعد ما عدلها شو بيساوي؟ هو اللي بيساويه هو بزعش، هو بس بيعلن عن التعديل، هو بس بيعلن عن التعديل. هلا لما يعلن عن التعديل ما له علاقة. هلا اللي كل واحد اللي معني بهاي الداتا بيبقى عامل سبسكريبشن. شو يعني سبسكريبشن؟ عامل اشتراك بالتعديلات. يعني انا بدي اعمل اشتراك مع وزاره، يعني مثلا خلينا نقول وزاره العدل تعمل اشتراك مع وزاره على الداتا تبعت وزاره الداخليه تقولهم كل ما مولود يتسجل عندكم او واحد عدل اسمه او 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 انا ما بدي اعمل اكسس للداتا تبعتكم، بس كل ما واحد عمل غير عندكم والله اعملوا ببلش لهي التعديلات وانا يا عمي بعملها ايش سبسكريبشن. على فكره وممكن
باحد الحالات انه مثلا فيش داعي يعني هاي في الاي جفرمنت مرات انه انو اللي مسموح له يسجل انو اللي مسموح له يعمل اشتراك ياخذ التعديلات الكناس محددين بس مرات انت زي مثلا اسماء زي اسماء الشركات لانه هاي ناس كثير معنيين انه لما بيجي يسمي شركه لما بيجي يسمي الشركه الواحد يختار اسم الشركه تبعته بيلزمه مرات يبقى عنده مثلا بعد ما نسجل الشركه بنعلن عنها عشان واللي بده يعمل سبسكريبشن ان شاء الله كل العالم فبيعمل سبسكريبشن على هاي التعديلات وانت كل ما بيجيك التعديل ترد ايش عدله عندك هاي احد الافكار الار اس اس نفس الفكره يعني واضحه هاي الفكره طيب هذا نشوف هلا داتا دريفن انتجريشن باختصار عندي ثلاثه داتا بيسز بدي ايش اساوي بدي اختصار هاي مشكله داتا انتجريشن بدي شيء ان واحد انا بصير عندي دمج يعني صار نيو اركيتكتشر وانس فور اول خلاص هذولك نمحاهم هاي مثلا وين انت بتزبط وين انت بدنا اياها مثلا زين اشترت جوال زين شركه زين اشترت شركه جوال ضل بيشيل جوال بعدها كلهم تعالوا هاتوا الاتش ار تبعكم ندبوا في كلب الاتش ار تبعنا وبصيروا ايش بنتكلوا الموظفين يستعملوا الاتش ار تبع زين اعطوني داتابيس تاعت السيارات اعطوني تلزم هاي الافكار دمج وزارتين بدنا نلغي فواضح هاي كيف مثلا في سيناريو حسب يعني مش شرط الاشياء اللي ذكرناها في السابق تكون احسن من هاي الفكره طيب في عندنا فكره الداتا وير هاوسنج هاي بتزبطش بصراحه للحكومه بس هاي مليحه مثلا للشركات الكبيره مثلا زي جوال انه انا في عندي شو فكره هي الداتا داتا وير هاوس داتا وير هاوس هيك فكر فيها عشان تفهمها مليح داتا وير هاوس انه عندك انت سيرفر في الشركه وبيطلع عندك 2000 موظف بلفوا ببيعوا مثلا زي مثلا سبيتانه بيلزمهم داتا وير هاوس كيف بيطلع موظفينه بلفوا وببيعوا وبيشتروا وده مسجلوا بيعملوا طلبيات صح هلا كلهم بكونوا قاعدين على 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 السيرفر نفس السيرفر مش دائما مرات بكفيش انترنت طب شو نساوي مرات فيش انترنت فمرات نعمل لهم حل نبني لهم سيستم صغير كل واحد على جهازه وعلى فكره برضه بتزبط للاجهزه الامنيه انه مرات هذا بروح يعني لو يسرق جهاز فيش عليه بيانات او فيش عليه بيانات كثير او على فكره صح او سوري متاسف بجوز احسن ابلكيشن هل يحصل شوي يحصل ايش تجمع الاسعار مثلا هاي اللي يحصل بودوا ناس يجمعوا معاهم تابلتس بيجمعوا البيانات انا مثلا اسعار السلع والاشياء عشان يرفعوا يعملوا غلاء المعيشه مثلا تتجمع بشكل يومي. إذن هي وين تتزبط هاي الفكرة؟ لما أنا في عندي داتا حدا بيجمع داتا وإيش بدي أعملها أدبها؟ بس هن كان ثلاثة. بس هذول؟ أيوة بالضبط. هذول عادة بتكون في داتا وير هاوس يعني في ناس بعتبرهاش يعني حل في داتا إنتجريشن. ليش؟ لأنه السكيما نفسها كوبي
هي بس عملية سينكرونايزيشن مع الديفايسز اللي هون. طيب هاي أحد الأشياء. فعملية نشوف إيش هدول هي. فإحنا بنشوف هي باعتبار one system with periodic updates. طيب في عنا virtual data integration. هاي بجوز الفكرة كمان في ناس كثير بحبوها. هي أصلا يعني أصلا معظم الناس بتفكر فيها هلا. إنه أنا عندي سورس واحد، سورس اثنين، سورس ثلاثة. أنا يا عمي بقول لك أنا بديش أشوفهم هيك. أنا أعطيني زي أنا بدي أشوف جلوبال سكيما. جلوبال سكيما لا على سبيل المثال، لا مثلا كل الناس اللي في كل الوزارات، يعني ممكن يكون سيتيزن، ممكن يكون فيزيتر، وممكن يكون هوية زركة، وممكن يكون هوية صفراء ولا له. هلا انا ممكن اعمل سكيما، سواء سكيما كيف يعني ممكن اجي هيك او هيك مش مهم، اجي اقول هاي وزارة الداخلية، اعمل شيل بشوف السكيمة تبعتها، شو السكيمة تبعتها مثلا اللي بتتعلق في الانسان، واروح وزارة العدل شوف شو السكيمة بتتعلق في الانسان، بروح وزارة الاقتصاد بشوف شو السكيمة بتتعلق في الانسان، باجي بجيب ثلاث سكيمز هذول، ومن هذول الثلاث سكيمز بستنتج او بشتق سكيمة عامة. وهذا الكلام مليح. ليش؟ لانه انا بعدها هاي الجلوبال سكيما اللي استنتجتها هي صارت زي جلوبال سكيما لهذول. وهاي الوضع انا بستفيد من اشي انه هيك شو بساوي؟ ببني ابليكيشن هون. تستنشف هاي الفكرة، فكرة هاي الفكرة مهمة جدا. ببني ابليكيشن هون، شو هذا بيساوي؟ هذا بشوف ايش هذول. انت بالنسبه لك بتعمل كويري حسب السكيما هاي، حسب ايش؟ حسب هاي السكيما الكويري تكتبها. اها طب انت كتبت سكيما لمين؟ لدي بي ام اس؟ لا، في هون دي بي ام اس. احنا بناخذ هون الابلكيشن، هذا بنسميه البيديتر، بأخذ السكيمة تبعتك، ومن السكيمة تبعتك بيعمل بنسميه ريرايتنج، بيعمل جنريت لثلاثي SQL statements، بوديهن وين؟ كل واحدين على السورس. يعني أنا بدي أخذ كل أعطيني كل الناس، هذا بكله كل الناس اسمه محمد. هذا شو بيساوي؟ بأخذ select name from، هذا الفرم هاي اذا بصير هون متغير بهاي لحد هون، select all from x where name equal محمد. المديتر شو بيساوي؟ بيبقى عنده معلومات شو اسم هذا التيبل. طب اروح بعمل generate select all هون مثلا اسمه نيم from person where name equal محمد، وبعمل جنريت لكويري ثاني بقول له select all p name from per اللي هو person where p name equal محمد. هذا بوضع يعني بهذا بعنده معلومات عن مين؟ عن السكيمة تاعت كل داتا، وبيعمل ري رايتنج للكويري اللي انت بتكتبها، بروح بيوزعها حسب اللوكال سكيمة، حسب اللوكال سكيمة تبعته ايش، وبجيب الداتا بعملها اجريجيشن يعني بوحدها وبرجع لك الداتا. وهذا وين الشيء المليح فيه هذا الموديل؟ ما حدش بغير شيء
بيرجمش بيجبرش عليك ولا إشي. اللي انت مجبر عليه انه كل اذا غيرت إشي بالسكيمة تبعتك بلزم نغيره طبعا. بس هاي يعني هاي هاي ما هي عاده اوكي يعني المشكله مش عالي هذا الاوفر هيد على فكرك. anyway انا بدي افضل سوليوشن على سوليوشن يعني. بس ايش الفكره هو انه انت زي قاعد فوق كل الداتا بيسز عملت فيرتشوال داتا بيس هون وانت قاعد تقول انا عندي الداتا بيس عن كل الناس بس هي عمليا ما فيش عندك. وانت ايش في عراب انا المديتر بسميه عراب باخذ ال بجيب لك وبرجع لك. وعلى فكره حلاوتها كمان انه اتريال تايم يعني يعني هون حدا بيعدل على السيستم انت بتجيك تعديلات مباشره. هلا المشكله هو بس لا انا قصدي يعني يعني اكسس على الريال داتابيس ممكن اب تو ديت على طول يعني. بس هون اللي فيش لوكال سكيما وعمليا بنجمع اللوكال سكيما زي هيك بالضبط يعمل لما يحتاج كويري يروح بيعمل كل واحد الكويري تبعه. هلا مشكله الداتا انتجريشن تصير هون على فكره. هذا السوليوشن حناخذ بالتفصيل بالمناسبه. هذا السوليوشن ناقص ببلش لا هو فيش ببلش فيش فيه سبسكرايب وببلش. اذا بتضاف عليه ببلش بيكون بتوقع انه اوبتمال. بمعنى هلا انا بعمل سيلكت على شيء جديد بدي اضيفه تمام بس في عندي اوريدي في ريكورد وصار في عليه تعديل ما حط عليه سيلكت انه انا بعته من عندي هو كامل كان في ببلش من هناك. لا لا ها هاي لما اعمل كويري ولما توصلك الكويري وتيجي تردي على يعني وترد علي. هلا افرض انه بكتب ندخلي مع معدل الداتا بيس قبل دقيقه. هلا انا لما اعمل كويري اعطيني كل الناس اللي اسمهم محمد بهاي اللحظه بسرعه بروح بجيب الداتا وبرجع من اكثر من مصدر يعني بسرعه بروح بلم الداتا بلم وبرجع وبرجع بعد ساعه يعني كمان تطلع داتا مختلفه يعني هون ولا هون فيش داتا مخزنه. المشكله عارف شلون المشكله فيها؟ لا خذوا لكم هلا خذوا لكم